لتسليط الضوء على الموضوع معنا من بغداد أستاذ العلوم السياسية أستاذ قحطان الخفاجي. مرحبا بك أستاذ قحطان. بداية يعني بغداد قدمت 13 شرطا لبدء الحوار، ما المانع من أن تبدأ الحكومة في بغداد حوارا شاملا غير مشروط، خاصة وأن مسألة الاستفتاء أصبحت من الماضي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا بكم بالقناة والمشاهدين الكرام. بالتأكيد الحكومة قد لا تعطي شروط أو لا تقبل الحوار بدون شروط، ذلك لأكثر من سبب. أولا أنها فرصتها الحقيقية في أن تثبت ذاتها وتثبت فعاليتها في المنطقة وفي العراق بوجه التحديد. اثنين، أيضا تخل أو تقلل من اندفاع أو من آمال أو من الضغوطات الكردية على بغداد، وبالتالي أتوقع أنها لا تذهب كثيرا إلى هكذا تنازلات، ولو أن هناك ضغوطات، ولكن أتوقع أن أيضا هذه الضغوطات لن تستطيع حقيقة الأمر أن تجبر الجانب العراقي لأكثر من سبب، لعل التمادي أو ذهاب الشمال حكومة أربيل إلى الاستفتاء وعدم استماعها الى النصائح الدوليه ايضا هتصب لصالح الجانب في بغداد. يعني من بين الشروط استاذ قحطان تسليم المعابر والمطارات وكذلك من وصفتهم الحكومه بالمطلوبين، الى اي مدى يمكن ان تتقبل اربيل هذه الشروط مع العلم انها وصفتها بالتعجيزيه؟ انا اضيف او اؤكد ان هكذا نوع من التعجيز واضح فيما موضوع المطلوبين. المطلوبين مسألة قضائية، ولكن المعابر مسألة سيادية ودولة، يعني حقيقة الأمر. أتوقع وأتمنى على الحكومة طبعا إن كانت جادة حتى تنزع في تيل أزمة قد تأخذ مدى أوسع أن توافق على موضوع إداريات أكثر من موضوع متابعة ما يسمى المطلوبين، وذلك يشير أن بعض المطلوبين جانب منه سياسي أكثر من هو قضائي حقيقي. يعني في داخل بغداد الان في المنطقه الخضراء هناك فاسدون هم اكثر بكثير من الفاسدين الذين لجوا الى اربيل، وبالتالي ارى ان ذلك هو جزء من استئثار الحكومه في بعض الاجراءات، ونتائجها بالتاكيد هي لصالح اداره التي نتمناها من بغداد. ولكن سياسيون أكراد اتهموا العبادي يعني مسبقا باستغلال الأزمة الكردية الداخلية، يعني إلى أي مدى ترى أن هذا الاتفاق هو الأقرب إلى الواقع؟ هو حقيقة نعم، ولكن كواقع حال هو الصراحة، يعني لا يكون تخفش فوق الواقع. لو كانت نتائج أتت إلى أن الاستفتاء ذهب إلى مداه الذي تمناه البرزاني لما عاد برزاني أدراج الخلف ولم يفكر أساسا في الحوار. نتذكر سابقا أنه كان برزاني يتحدث وكذلك الزيداري من رؤية فوقية وكأن التحصيل حاصل الاستفتاء وكأن دولة كردستان قامت فعلا. إذا في حقيقة الأمر نعم لا نختلف على أن نسميها استئثار أو نسميها استفادة من حالة الضعف، ولكن أنا أنصح حكومة بغداد باعتبارها هي الأم وهي الأب وهي الروي الأوسع إلى أن لا تجعل الطرف الكردي يذهب في ضيق من الأمر وقد ينفلت منه الأمور وقد تذهب باتجاه تناحرات واختلافات بينية عراقية عراقية لا يحمل عقباها. إذا أتوقع وأتمنى على الحكومة العراقية نعم أن تضع الجوانب الأساسية اللي هي سياسة الدولة ضمن الضوابط المعروفة في سياقات العمل الدول الفدرالية، وكسيطرة على مناطق إدارة المناطق المتنازع عليها أو المناطق العفو الحدودية والمطارات، كذلك منطقة طبيعية كذا، ولا تذهب بعيدا في موضوع مطالبة المطلوبين، لأن هذا موضوع أساسا جديد رغم أنه نعم مهم واجب أنه متابعة الفاسدين، ولكن نقول الحكومة بغداد. طيب أستاذ قحطان، هناك تحركات لميليشيا الحشد في محور الخازر، قوات البيشمركة أعلنت حالة التأهب بعد هذه التحركات، يعني إلى أي مدى تتوقع أن تندلع ربما شرارة للمواجهة بين الطرفين؟ أنا أتوقع أنه أمر قد يكون مبالغ فيه، ليس لدي معلومات كثيرة حقيقة الأمر على الموضوع مدى صحة هذه المعلومة، ولكن
المبالغة قد تكون موجودة بالتأكيد، هذا واحد. اثنين، أيضا لا ننسى تمادي بعض القوى للحشد وذهابها إلى حالة غير إيجابية بالتأكيد وغير منطقية. يعلنا منذ بدأ قلنا رفع الرايات غير راية الدولة، هي جزء من خطأ كبير أتمنى الحكومة ألا تذهب إليه. ولكن نتوقع أن عملية تحريك الأمر باتجاه الاقتتال هو الأسلوب الأفضل، هو ادعاء أن هناك تحرك عسكري على منطقة كردية. أنا أتوقع هذا مبالغ فيه، لأن حكومة بغداد ليست بحاجة الآن إلى تحرك عسكري ولا تأخذ مجال عسكري، بل هي الآن مسيطرة على الوضع العام بحجة القانونية، وبالتالي من صالحها أن تبقي على الحدود القانونية بدل الحدود العسكرية. نعم الأستاذ قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد.